الفل، مساء الجمال، مساء وانت كل حاجة بتبص حلوة للبتاع عليك. وبتتكلم لا على والله معلش، هو صح بص هيصور نفسه بيظبط نفسه. الحقوني قبل ما يقوم علي. بيغش يا دكتور. أولا الكاتب ما ينفعش نقول له اكتب ايه وازاي، هو يكتب كما يحلو له، يكتب، واحنا علينا ان نتلقى، كل واحد يدلو بدلوه، هو حر يعمل ايه. ولو حب يبقى أسامة ريان يكتب بحاجة تاني أو مش عارف بواقعية سحرية ببتنجان بسريالية هو مش هيعرف غير إن هو يبقى كده، لأن الكاتب بيكتب نفسه يعني بغصب عنه مش بإرادته. أسامة ريان في الوسط بتاعنا أو في وسط الأصدقاء مسمينه الامام الموسوعي، والامام دي بالمناسبه جت هتمسك بالمناسبه مولانا الموسوعي، وبالمناسبه هو اشتغل فتره امام مسجد، فهو والقصه بتاعت فالمهم انا يعني مش هدخل في التفاصيل دي قراءته. طيب انا اقصد هو اللي بفتح له عشان يكمل هو الحكايه بعد مني. المهم لا خليها ليه، هو دي تخيلها مسيحي واقف ورا مسلم تشرب ما ينفعش قمه العبث. فهو يعني امام مش كده، هتصلى بس واتوضى واجي لكم. ف اللي انا شفته طبعا انا ناقشته واداره الندوه قبل كده في ورشه الزيتون، عندنا فلاش باك. انا معجب جدا بالكتابه بالمناسبه، ومعجب جدا بالتفاصيل، مش عشان الصداقه بغض النظر عن اي حاجه، لكن انا مع المعرفه. ولما مش عارف يقول لي ايه وفتح بطنه والكلام ده، انا يصير عندي القارئ اسئله. انت كقارئ عديتها براحتك، لكن توقفت عندها وبحثت هو ايه. طب انا اقول لك حاجه، طب انا بنتي الصغيره المفعوصه دي بتقول لي هي انا عايز ابقى شماسه يا بابا، هو ليه انا ما بقاش شماسه؟ شماسه ده رتبه تبع الكهنوت يعني. فدي ده سؤال انا عمري ما فكرت فيه. بس في الكنيسه الاولى كان في ايوه انا اقصد يا جماعه في جوجل دلوقتي، في جوجل. ايوه ما هي حلوه قوي ده، الكنيسه الاولى كان فيه. تمام اي بالظبط. هو السلفيه بالمناسبه مش خاصه بدين، السلفيه فكر، فهو طبعا تاثير السلفيه واصل للمسيحيه، فهو ده شيء طبيعي. ده 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 موضوع فني. وكمان طرح الاسئله عند اسامه، هو بيطرح اسئله على لسان طفله، او دايما الاطفال بيفاجئونا بحاجات احنا ما كناش هنفكر فيها. الفلاش باك والعوده للزمن، يعني هو موقف الان وهنا، ويرجع بفلاش باك ويرجع تاني في منتهى السلاسه. انا ما شفتش اي يعني ربكه في كده. الربط بين الفلسفي والمادي ميتافيزيقي طبعا، عشان الدراسة طبعا يعني شوية عليه. في انا شفت في ربط بين القصص، يعني شفت الضفيرة تكملة لبجعاد ابن حزم، والصامت الذي ملأ الدنيا صخبا بالنصيحة، شفت ربط ما بين الاثنين او امتداد لبعض في القصص دي. في ثالوث غير الثالوث المقدس، لا في ثالوث حاضر موجود اللي هو الجد والابن والحفيد او الحفيده، ده كتير. شفت ملمح تاني في القصص، احتفاء اسامه ريان بالصوت، الصوت عنده صاخب، وحتى لو صاخب بيميز حاجات تانية، الاذن الموسيقيه دي شغاله، دي غصب عنه تلاقي اسامه يعني بارع في ابراز الاصوات المختلفه. والحاجه التانية وهو فنان تشكيلي برضو، بس ما كملش يعني هرب. الاحتفاء بالالوان وتحويل الالوان، يعني مثلا الاشارب اللي كان اسود في 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 موقف معين بعد كده بيتحول مش عارف وردي، والضفاير بتبان فيه خصلات مش عارف ايه والوان. فهو عنده احتفاء بتطور الالوان في القصه، اللي هو بيعادل او بيتماشى مع تطور الحاله بتاعه البطله وتلقيها للموضوع، او تعاملها مع الشخص الاخر، او حنين دايما، او الحنين للماضي سمة غالبة في القصة. انا استمتعت للمرة التانية بقراها واستمتعت بيها جدا. شكرا اسامة، واكتب كما يحلو لك بالطريقة اللي تعجبك.